افضل الصلاه والتسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بدايه اشكر الشعب المصري على استضافته لنا في هذا المؤتمر الذي يخدم قضيتنا وهي قضيه واحده، قضيه الوطن العربي والشعب العربي اينما كان واينما حل، فهي قضيه واحده، فالشعب العربي واحد وليس فقط الشعب السوري واحد، فهذا ما تربينا عليه وهذا ما هو اصل العرب اصلا بعد ان وحدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاليم الاسلاميه والديانات السماويه التي كلها كانت تاتي للتوحيد ولتوحيد الله طبعا اولا ولتوحيد الشعوب. فنشكر شعب مصر على هذه الاستضافه ونقول لاهلنا في سوريا انا معكم واينما حللنا وارتحلنا فنحن دائما معكم ومن اجلكم وفي خدمتكم ان شاء الله، وعما قريب ان شاء الله سنراكم في داخل الوطن باذن الله. فاصبروا وصابروا ورابطوا وانتم الاعلون باذن الله.